Les forces armées régales, sous la gouverne du général Kimi, s'installent. Kimi, originaire de la tribu des Oulem Kim, Sarawi. Il aura affronté d'autres Sarawi qui ont donné naissance au front de libération de la Sakya El-Kha et du Rio des Oro. قول لي اش شحال هذه ما تنقيم ديال القبر ها دابا داك اللي كيجيو ما كينقيو كيجيو خدامه ديال لا كينقيو من العواشر للعواشر ها كيجيو تيجيو الناس تيجيو الشريحه والكرموط كيمشيو على الجنرال الصفراوي ما عرفتش شكون هادو اللي كيجيو خدامه ديال لا كيجيو قدام هادو خدامه ديال مرت الشريف عسكرهم مرت زهراء الله يرحمها عرفتي كيجيو ديال الصفراوي الجنرال كيزوروا القبر ديال مرت وي الخبر ديال الحجر الاخر ديال موت لالا هم ياك هما وين خالي هذاك ديال الحجر هما وين واش ديال الحجر مهم المهم عند سيدي كان ديال الحجر مهم كيجيو من العواشر للعواشر كيجيو يزورون عند سيدي اللي كتصيفطهم لعند سيدي كيجيبو الشريحه والكرموس كيجيبو البركه اللي كيطلقوها على الناس السمدانين راه جا واحد النهار كيشوفو فيه كيف اعتذروا هاد السمدان ولاد ولا خوت ولا ما جا واحد النهار جا حال توصل شحال هادي ما وبناتو ما كيجيوش ما خبرتش بناتو لا شحال هادي ما جاو ولدو ما جاش فريد رشيد سير غبقى هادي حيد هادشي كامل ما مشكلش فين جيتي عم سيدي فين جيتي؟ دابا شي سي تروازون تروازون كتجي الاخت هي هي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هاد خانة كان عاودها واحد الدوري صاحبو كان جا واحد العام مسكين وعاود ديال الخانات عاودني تزهير لذيذ رحيم درق الماء ودرابا فهم غافلون لا حقول على كنفهم لا يؤمنون وما أنزلنا على قومه من بعد الجند من السماء وما كنا مجرين إن كانت إلا صيحة واحد بيضاء خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم الرسول إلا كانوا يستهزئون ألم يروا كم هنا قبلهم من قرون إنهم إليهم لا يرجعون وإن كلما جميع الذين محضرون وآية لهم رد ميتة حينا وأخرجنا منها حبة فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفزرنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ به النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى ذكر جون خديهم
لا الشمشية الباغيلة أدري القمر ولا الليل صارخ ماك وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في المشحون وخلقنا لهم فيه ما يرتبون وإن نسركم فلا صريخ لهم ولا من قدرنا إلا رحمة منا ومتاع للحين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تاتيه منا يأتي من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أرفعوا من ليشاء الله وطعمه إلا أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذ ما يحكمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم أجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا لا تنام مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تطلب نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد الله منكم جميل كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم سبقوا الصراط فألا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر كسوف الخلق أفلا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ألم يروا أنا خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعام فهم لها مالكون ودللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا لهم ما يسرون وما يعلنون رئيسان أنا خلقناه من نقطة بعيدة هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ملح العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أخضر نارا فإذا أنتم توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إن وإليه ترجعون صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين يا رب الشريف مرجين الرزد أحمد لمي اللهم اغفر له وارحمه واشد عليه الرحمات يا رب القرآن الكريم على يمينه وعلى شماله وعند لقاء ربه اللهم رب كان محسن فاز إحسانه اللهم رب كان محسن فاز إحسانه اللهم رب انت عفو تحب العفو اعفو عنه وكرم نزله ووسع مدخله وتق ميزانه بالحسنات اللهم رب لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واجعل ان شاء الله الجنة مأواه اللهم رب من ثبت عن مسألة منطقه ولا تبتليه في قبره بما لا طاقة له به وألحقه بنبينا عليه السلام اللهم رب محشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كما قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم نحن ندعوك ذو الجلال والإكرام بالرحمه لهم والغفران والفوز لهم بالجنه ان شاء الله واعفو عنهم وعافيه واغفر له وارحمه وانت خير الراحمين واجعل قبره روضه من رياض الجنه اللهم رب اجعل قبره روضه من رياض الجنه واجعله في ضيافه الحبيب سيدنا وانس غربته واغفر لنا وله القران الكريم مؤنسا في قبره وفي حشره وعند لقاء ربه لما ربي المكرم بكرمه وجودي وجينا مزدحمد لما الله يرحمه ويرحم الوالدين ديالو ويرحم الاجداد ديالو ويرحم جميع المسلمين أجمعين المرضي الله عشر الخطوات الله يجعل القدوم ديالكم على مول الجنرال رحمة مهويرة الله يجعلكم في الدلف حسنة اللهم رب المرحم المال يجعل البركة في الباقي رزقكم الصبر سروا المؤمنين سروا الخاشعين سروا الصالحين الله يعطيكم رضا الله ورضا الوالدين الأسرة ديالكم جميعا الله يعطيهم الصلاح والفلاح والنجاح الله يحفظ الكبير والصغير إناثا وذكورا الله يديكم في النجاة ويجيكم في النجاة ويسلكم مسالك النجاة الله يبين عليكم فضل الله والوالدين القرآن الكريم يا ربي غير لكم الصحيحة والعافية إن شاء الله وطول العمر وعلى مول الجنرال الله يرحمه ويسع عليه الشريف الله يشافيه الله يشافيها ويعافيها يا رب الزوجه ديالو الله يشافيها ويعافيها يا رب هاد العواشر عليها بالصحيحه يا
العافيه ان شاء الله وطول العمر رضا الله ورضا الوالدين ورضا الزوج عليها حجابا مستورا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله يرحمه ويسلم. Est devenu le secret d'État le mieux gardé du monde. Il a fallu près de 40 ans pour que le gouvernement français lève enfin le secret défense sur l'affaire. Mais quand on a ouvert les dossiers, il ne restait plus qu'un peu de poussière.